أتمناه. أتمنى يكون عندي أب. بهذا البيت اللي خلفي في رجل أصيب بطلقة قناص من قبل قوات النظام، حاليا هو بهذا البيت هو وعائلته. طبعا هذا الأب ما عنده شباب، عند جميع أولاده بنات، ما في معيل له، ما بيقدر بيتكلم، فقد الكلام، فقد الحركة، ما بيقدر بيروح يشتغل حتى يأمن قوت يومه. رح نتابع قصته معكم. السلام عليكم، شلونك عم؟ طمني عنا. يلا يلا. لا معلش معلش. العم هون كنا في حلب وتصاوب رصاصة قناص من النظام يعني، وطلعنا من حلب وعنده هلا شلل نصفي وعدم نطق بسبب الإصابة، وما في عنا معين غير رب العالمين. عنا 4 بنات بس، وبيركين بهالبيت يعني شخص يعطينا إياه بيركين فيه على العظم مثل ما نكون شايفين. كذا مكان إنه أحاول إنه حدا يشغله، ما حدا قبل يعني أروح المحلات وهيك إنه شغلوه مشان يجيب حق الخبز للبنات، يقولوا لا مصاب وما بيحكي ما منشغله، نرجع هون يكون يعني انكسر خاطره يرجع بالأسوأ بحالته المرضية لورا، نرجع البيت مكسورين الخاطر، لا حدا يشغله لا حدا حتى يساعده. ايش بتتمني انت؟ بتمنى يكون عندي أب. لا تبكي عمو، لا تبكي. جارنا بجيب لنا ربطة خبز، جارنا التاني بجيب لنا طبخة، أيام اللي ما حدا جاب لنا منعيش بلا، يعني هي وضعنا. ما في إنه ما في منظمات، كتير رحت بيقولوا في للمصابين وما بتتيسر، وعندي حالة مرض كمان طفلة صاب عندها شحنات كهرباء وعندها دائما علاج مستمر ما بصير توقفه، ومشافي ودواء له، وما في يعني ما في، سبحان الله ما في مردود غير رب العالمين. وهذا يعني مبين الوضع يعني شوفت عينكم، وهو لا بيطلع يشتغل ولا شيء، وصلنا 8 سنين هاي الحالة. هلأ شكر كتير لجيراني، الله يجزيهم الخير كتير كتير، هن اللي بساعدوا، كون ما جيران يعني متنا من الجوع.